أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت لجنة النزاهة النيابية أنها تحقق بملفات الفساد في البنك المركزي العراقي وبيع العملة الأجنبية. وأضافت اللجنة أن ملفات فساد البنك المركزي عديدة، أبرزها ما يتعلق بمزاد العملة الأجنبية، داعية جميع الجهات التي تملك ملفات فساد إحالتها إلى اللجنة لمراجعتها. قال النائب رائد فهمي أن سلطات كردستان العراق مدينة للحكومة في بغداد بأكثر من 5 تريليونات دينار. وأضاف فهمي أن الحكومة لديها فرصة لاستقطاع إيرادة النفط التي بذمة حكومة كردستان من الموازنة قبل نهاية السنة المالية الحالية، لا سيما أن الحكومة لديها فرصة استقطاع تلك المبالغ من حصة كردستان العراق السنوية. دعا عدد من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في بغداد السلطات الحكومية إلى تخصيص فرق رقابة على عمل النقابات التي اتهموها باستغلال مساحات من المشاريع لتحقيق منافع خاصة. وقال هؤلاء المستثمرون إنهم يتعرضون لمساومات من قبل جهات متنفذة لديها علم مسبق بأن كل هذه المشاريع لا تخضع لقوانين هيئة الاستثمار وبعيدة كل البعد عن المتابعة الحكومية. في ديالى كشف مجلس محافظة ديالى عن هلاك نحو 4000 دونم من بساتين الرمان في المحافظة. عضو المجلس كريم الجبوري قال إن بساتين مناطق شاروين ودلي عباس والتي تقدر مساحتها بنحو 4000 دونم التي كانت ترفض الأسواق المحلية بمئات الأطنان من الرمان انتهت وهلكت في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن غالبية المزارعين تركوا أراضيهم واتجهوا إلى مهن أخرى بعد هلاك بساتينهم. ضبطت القوات الأمنية في كربلاء شاحنة تحمل كميات من المواد الغذائية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأفادت مصادر أمنية بأن سائق الشاحنة كان يبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة جدا، ما أثار الشك فيه، ومن ثم أجرت السلطات فحصاً على ما يحمله من مواد ليتبين بعد ذلك أنها تالفة ومنتهية الصلاحية وليست للاستهلاك البشري. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.